كان ينقصنا الخير دلوقتي. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما ينفعش 50 سنه حرام يا سليم بيه. اتصرف انت، انا زهقت بصراحه. قول اللي انت تقوله بقى. خلاص هنقسم البلد نصين. خد النص بتاعي. خليهم اسبوعين على بعض كده وخلاص. اوكي انا موافق. اسبوعين على بعض زي ما قال ايمن بيه. ابوس ايدك يا سليم بيه. ربنا يخليك يا رب. هو انا مش صعبان عليك؟ انا غلبانه وفاقده الذاكره. مش كفايه حياه اللي راحت؟ كمان هتضيعوا لي حياه اللي جايه؟ ده انا عشت تحت رجلك خدامه. ان شاء الله يا رب اشوفك في اعلى المناصب. يا رب تتجوز اللي بتحبها. شاكيره بس اتجوزت خلاص. كفايه تسول يا عتاب، كفايه. احنا مش هنشحت الاحسان من. اسكت انت، اسكت انت خالص، اسكت انت خالص. انت السبب، انت السبب في. ما تبرعليش، انا هقول لهم على كل حاجه. هو ده يا سعاده الباه اللي غواني، هو ده وانا اللي يا ما قلت له. والله يا ما قلت له يا باسم، يا باسم معقوله هتعصى اوامر الراجل العسل الكبار السكره دون؟ يقول لي لا انا عصى اوامر اي حد، انا ما يهمنيش حد. انا لما حاجه تركب دماغي لازم اعملها. اقول له حرام عليك الراجل، احنا لحم كتفنا من خير. يقول لي لا انا ماليش دعوه. لحد ما غواني وفضلت ماشيه وراها زي التايهه. انا تايهه، انا مش عارفه انا فين، انا فين يا ناس؟ انت ايه يا بنتي؟ يعني ربنا يعمل فيك ايه تاني عشان تتعزي يا جماعه؟ الفكره اصلا فكرتها هي، انتوا ما سمعتهاش وهي بتقول ان هي فكرتها؟ انت كمان بتلبسني قدامهم؟ طب الهي يا رب، اسقط في البير دون وموعى اب تاني زي فيلم زارنج كده هون. انت كذاب. صح صح يا عتاب، انا كذاب، انا فعلا كذاب يا جماعه. دي فكرتي انا، اعملوا اللي انتوا عايزينه يا جماعه. واضح ان خلاص قلوبكم ماتت والانسان بقى رخيص بالنسبه لكم. بس لازم تعرفوا حاجه، عمركم ما هتحسوا بالسعاده ابدا. مع كل بق ميه هتشربوه هتحسوا بعذاب النفس على اللي عملتوه فينا. وده كله ليه؟ عشان احنا عملنا الصح. كلكم عارفين اللي احنا عملناه ده الصح. انا متاكد من جوايا ان انتوا من جواكم عارفين اللي احنا عملناه ده الصح. مش كده ولا ايه؟ اتكلموا، انطقوا، فوقوا 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 فوقوا. ولا تأثرنا. انت فاكرك انا هنعيط؟ كلامك ده ما هزش ولا شعرايه من الباروكه الجديده. هتفضلوا مربوطين بالشجره. المكان اللي انتوا مربوطين فيه ده على فكره ده المكان اللي بتيجي فيه كل الحيوانات الصبح عشان تقضي حاجتها قدامكم. ايوه يا سليم باشا، بس ده ظلم وافتراء. يعني احنا مش في غابه. مش في غابه يا ابني، انت اعمى. ما تبص حواليك، شايف الشجر؟ شايف الشجر؟ شايف ما انتش سامع صوت الصراصير اللي خرم ودنا؟ سامع سامع وخايف. يلا بينا. والنبي يا سليم بيه، ربنا يخليك ويسترك. سامح النبادي، ربنا يكتر لك من شوكولاتك ومسكافيهك ويعمر لك في ميكروويفك. مفيش سماح، وهتفضلوا كده عبره لمن اعترف. وللي حاول يساعدكم هربطه جنبكم في الشجره. يلا العربيه معاك؟ تاكس. اتفضل. اتفضل يا باشا. ماشي ماشي يا فحص. ايه الصوت ده؟ ده سليم باشا بيلم علينا الحيوانات. روح يا شيخ، ربنا ينتقم منك. حسبي الله ونعم الوكيل. إله تشقى ما تلقى، إله تجري وترمح ولا تكسب ولا تربح. إله يجيلك ويحط عليك يا باسم يا ابني. هي امك اسمها ايه؟ ام انا؟ اه حنة. انت يا بنت كل ده بتدعي عليا انا؟ مشيوا مشيوا يا حبيبتي خلاص. والله مشيوا؟ اه. طب وسايبني كده وانا عمال انحر في نفسي. معلش. حسبي الله ونعم الوكيل. فيهم البعد، شوف شوف الظلم بيعملوا فينا ايه. انا شايف انت بتعملي فيا ايه. يا رب نجيني عشان اقتلها عشان ما تظلمش حد تاني يا رب. فجري هل
أنواره وفي إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ وكان اتحسد اتجننت؟ قاعد على كرسي وعلى مكتبي بتشرب من ميتي؟ اخرس انت غلطت ولازم تتعاقب. يا ابو جوزي نو يا جوزي في عقاب دحروق معص يا باش يا باش تفضل قاعد على الكرسي بتاعي وحاطط رجله على مكتبي وبيشرب من ميتي. طب ما الميه سوا بس بوش اخرس لازم يتعاقب. حاضر فاهم ماشي خدوه نو خدوه فسحوه وبعدين عذبوا. نفسحه ونعذبه مع بعض ازاي يا باشا؟ يعني نجلده نكهربه نجلده وبعدين نجلده. المهم تعذبوه. يا ملي ببختك يا عتاب، يعني يا رب لما اموت اموت وانا مربطه وواقفه كده هون. خير يا عتاب مالك؟ حاسس ان انت متضايقه من حاجه كده، في حاجه؟ لا انا مش متضايقه خالص، ده انا في قمه السعاده وقحت من الطياره وفقدت الذاكره وواقفه مربوطه في شجره ويا عالم في حد هيجي يفكني ولا لا. عندك حق، ده انت تتحزي والله يا بنتي. ما تقلقيش كلها اسبوعين ويجوا يفكونا. يا لهوي يما اسبوعين؟ ده كان زمان دود الارض كلنا. ده اطمني، انا اعتقد بعد الخطبه العصماء اللي انا قلتها لهم اول لما يروحوا هيحسوا بتأنيب ضمير وقلبهم هيحن ويجوا يفكونا على طول، يعني كلها 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. والنبي صحيح صح ايه دول عالم جبلات يا بنتي مش حاسين بحاجه. نو بادي كير يا عتاب، نو بادي كير. على رايك اعصابهم في الكولدير. كولدير ما علينا، سيبك بقى من الكلام دوت، تعالي نفكر ازاي هنقضي الاسبوعين دولت، يعني نسلي بعض ازاي اسبوعين. نسلي بعض؟ انا مش فاهمه يا اخويا انت جايب روقان البال دون منين؟ من خان الخليلي، في هناك بقى واحد تحفه بيعمل روقان البال مع لبان دكر بالخروب تحفه. وكمان بتستظرف؟ طبعا استظرف يا بنتي، بقولك هنفضل مربوطين اسبوعين بسبب اللي انا عملته فيكي. منك لله يا ابن حنه، انت السبب. بالظبط انا السبب، ربنا ياخدني يا رب. انت عارفه يا بنت انت ايه اللي مصبرني على اللي انت بتعمليه فيا ده؟ ايه؟ ان نيتي كانت خير، يعني بصراحه كده طلعت بنت جدعه، بقيت بمية راجل زي ما بيقولوا. والله يعني أنا الصراحة في منطقتنا كان يقولك البنت الجدعة راحت البنت الجدعة جت. إيه ده؟ أنت فاكرة منطقتكم؟ لا أنا مش فاكرة، بس أدام أنت شايفني جدعة يبقى الناس كلها كانت شايفاني جدعة. والناس في منطقتكم بقى كانوا فاقدين الذاكرة زي كده؟ كانوا بيقعدوا يقولوا البنت الجدعة راحت البنت، ما كانوش عارفين اسمك؟ لا كان بيقول البنت الجدعة جناية يعني عن اسمك، يقولك البنت الجدعة راحت البنت الجدعة جت. جناية مش عارف يعني ايه جناية؟ جناية ايه بقى؟ اسمها كناية يا بنتي، هو ربنا خلاني عشان اقعد اصححها لكل كلامك؟ هو انت ازاي ظابط ومش عارف يعني ايه جناية؟ ظابط ايه؟ يا بنتي اسألي أي عيل صغير معناها ايه هيقول لك كناية، كناية يا أبلة. ماشي يا عم، طب أدام أنت ظابط بقى ما تحكي لي أي حاجة عن الظباط كده هو، نقول المغامرات اللي كنت بتعملها. أصل أنا يعني على ما أتذكر كده هو من السما والأفلام إن الظابط دون بيبقى دايماً عنده هيبة ودايماً بيبقى خير ودايما هو اللي بيخلي الخير ينتصر في الاخر ودايما هو اللي بيقبض على الشرير ودايما بيبقى بار باهله وزوجته ودايما بيبقى الاستاذ احمد السقا. الله يمسيه بالخير، انت عارفه ان احمد بيه السقا درس لي سنتين في الكليه؟ والله زي ما بقول لك كده. طب ما تحكي لي بقى شوقتني. انا بصراحه يا عتاب مش عايز احكي لك يعني عشان ما تنبهريش بيا وتعامليني كبطل، عايزك تتعاملي طبيعي معايا. لا انا هتعامل طبيعي ما تاخدش في بالك. طب اوعديني ان معاملتك مش هتتغير. مش هتتنيل. احكي لك ايه ولا ايه؟ اصلا كلها عمليات يعني صعبه، عمليات يقشعر لها الابدان وتصوم لها الاذان ويشيب لها الغلمان. يا سلام. احكي لك عن عمليات ايه بالظبط؟ احكي لك عن عمليات الفرقه 3 سبعات ولا الفرقه 916 ولا الفرقه 82 بشرطه؟ انت عارفه ان اخر عمليه عملتها كانت في الهند؟ ياه الهند، كان اسمها الكودي جحيم في الهند. دي اكيد كانت صعبه قوي قوي، بس الحمد لله عملت اعلى ايرادات. طب ما تحكي. بنتي ما دي الناس كلها عارفينها وشافوها، انا ممكن احكي لك عمليه تانية تكتمت الصحافه في نشر تفاصيلها. ماشي احكي اي حاجه بس تنسيني اللي انا فيه. في يوم جالنا الامر ان احنا نروح نقبض على اكبر تاجر سلاح ومخدرات في الشرق الاوسط، اسمه الكودي كان معتز التوني، وعشان العمليه تنجح
كان لازم اتنكر في شكل محدش يشك فيه. وقدام فيلا معتز التوني كنت جاهز انا ورجالتي اللي برضو كانوا متنكرين بشكل محترف. وجات ساعة الصفر ونزل من فيلته واستحرزته. كنا مستنينه والعملية كانت سهلة جدا. بس فجأة ظهرت بعض العقبات اللي كانت ممكن تبوظ العملية. بس أكبر عقبة كانت وصول أتوبيس مدرسة أطفال وبدأ ضرب النار. كان كل همي إن أحمي الأطفال وما أحسسهمش بأي خطر حتى لو كان على حساب نجاح العملية. احنا بنهزر على فكرة، كنا بنلعب عسكر وحرامية، تحبوا تلعبوا معانا؟ ماشي، انتوا أدبي ولا علمي؟ أدبي؟ كويس، طيب تلعبوا إيه؟ تلعبوا استغماية؟ استغماية، طب يلا كلنا بقى نجمع عينينا نعمل كده؟ يلا، محدش يبص، محدش يبص خالص. الموقف كان صعب جدا بس الحمد لله قدرت اوفق بين شغلي والاولاد. بعد ما قدرت اطمن الاطفال وكنا خلاص هنخلص التهب الموقف من جديد لما دخلت علينا عربيه رئيس الوزراء. وعرفت منين بقى ان دي عربيه رئيس الوزراء؟ عرفت منين يعني ايه؟ عرفت منين ان دي عربيته بتاعته؟ من التشريف يا بنتي. ايه اللي عرفت منين؟ ما كل الناس المهمه في البلد بتبقى ماشيه بتشريف. اشمعنى يعني قلت ان العربيه دي بتاعت رئيس الوزراء؟ ايه اللي اشمعنى يا بنتي؟ انا ظابط اعرف كل العربيات اللي في البلد واعرف مين صحابها. طب عربية احمد شيبة شكلها ايه؟ احمد شيبة ما بيركبش عربيات، احمد شيبة دلوقتي بيركب موجة. ماشي كمل. هكمل ولا لسه هتسأليني محمود الليسي بيركب ايه وبص سمير بتركب ايه؟ لا انت شكلك مش عارف اساسا. ها يلا كمل. ما علينا، زي ما قلت لك كده لقيت عربية رئيس الوزراء وقدامها الموتوسيكلين التشريفة. كنت فاكر ان وجود عربية رئيس الوزراء في المكان ده مجرد صدفة، بس اكتشفت انه كان مستهدف من عناصر ارهابية غاشمة. بس من حظهم الاسود ان انا كنت موجود في المكان ده. والحمد لله ربنا كرمني وقدرت انقذ سياده رئيس الوزراء واطفال رحله مدرسه علو للحديقه الدوليه وكايرو مول وقضاء على تنظيم داعش في الحي العاشر بمدينه نصر بضربه واحده. طبعا رؤساء انبهروا بيا وكافئوني وادوني اجازه شهر. انا بقى قلت ادلع نفسي، يعني قعدت اسبوعين في الفيوم واسبوعين في فندق كتركت بالمرويتيه. طب ومعتز التوني؟ مين معتز التوني؟ اكبر تاجر سلاح في الشرق الاوسط، ما قبضتش عليه؟ معتز التوني. يا بنتي معتز التوني ده اتقبض عليه في اول 3 دقايق في المهمه. اصلا انا ما روحتش، يعني بعت له الصوره احمد الجندي قبض عليه بقى هو وكل العصابه بتاعته. طارق الشوره بقى وحبيشي واحمد مراد واحمد مظهر بصاوي كلهم دلوقتي مرميين في المهندسين. مش عارفه ليه حاسه ان القصه بتاعتك كده فيها هكس شويه. فيها ايه يا حبيبتي؟ هكس. اسمع مني، انا هجسه قديمه. هكس؟ تصدقي اعتبر ان انت انسانه ممله وخيالك ضيق وما بتبصيش غير تحت رجليكي وسايبك وماشي عن اذنك. لا يا باسم ما تسيبنيش، لا ما تسيبنيش لوحدي في الغابه. يا باسم يا باسم يا خساره، مشي ابن حنه الهي ما يرجع. مش بقول لك خيالك ضيق؟ ايه دون يا باسم، انت جيت؟ ده انا قلبي كان واكلني عليك كل ده وانا خيالي ضيق. أنا الظاهر عليها كنت ممثلة أو كاتبة سيماريو. كاتبة إيه؟ سيماريو. سيماريو؟ صباح على خير يا أستاذ عتاب نعوم. وماله؟ هكتب غابة النساء.